يعيش اللبناني اليوم وفي أي ظروف؟ وكيف لأي مسؤول في السلطة أن يستمر في مركزه لا يحرك ساكنا وشعب بأكمله يذوب؟ هل تدري يا من في السلطة كيف يعيش اللبناني اليوم؟ هل أنت على دراية أن لا كهرباء في لبنان من بيروته إلى متنه إلى شماله فجنوبه فبقاعه؟ هل تدري أن انقطاع الكهرباء ودرجة الحرارة التي لامست 40 أهلكت كثيرين في ساعات الليل كما النهار؟ هل تعلم كيف انطفأ مع الكهرباء قلب البلد ومعه الشرايين والدماغ؟ هل تعلم أن فقدان مادة المازوت أفقدت البلد الحيلة البديلة للحياة وأفقدت الشعب حيله والناس حياتها؟ المولدات انطفأت. الطعام إن وجد في البرادات لم يعد صالحا. المستشفيات توقفت عن تقديم الخدمة وأقفلت. المخابز على طريق وقف الرغيف. المؤسسات أقفلت أيضا. لا مازوت يعني ببساطة لا مدارس ولا جامعات ولا معاهد. لا مازوت يعني لا مطاعم صالحة. لا مازوت يعني لا فنادق جاهزة لاستقبال ليس فقط السياح أو المغتربين، إنما أيضا من حاول الهروب من منزله. مزارع الأبقار، المواشي والدواجن ستسلم الروح. لا مازوت يعني انقطعت المياه عن كل لبنان بسبب وقف المضخات التابعة لشركات المياه. لا مازوت يعني لا انترنت في البلد وبات مقطوع ومنفصل عن الحياة والعالم. كل شيء توقف أيها السادة. هل أبلغكم أحد مستشاريكم مثلا أن الدواء مقطوع وأن المغتربين باتوا يملؤون حقائب السفر بالأدوية بدل أغراضهم لتوزيعها على المرضى؟ هل تعلمون أن أسعار السلع والمواد باتت خيالية وتسعيرها فاق سعر دولار السوق السوداء؟ هل خطر على بال أحدكم أن الجبنة مثلا باتت تباع بالحبة؟ حتى من رغب بالسفر سيتعذر عليه ذلك، إذ دوائر النفوس باتت تعاني نقصا في ورق المعاملات كأخراج القيد وغيره. وما بالكم من البنزين؟ طبعا المادة نفذت إلا لمواكبكم، فاللبنانيون سيمتنعون قريبا عن التوجه إلى أعمالهم. طبعا هذا من بقي محظوظا بعمل، لأن دولتكم لم تتعب نفسها لخلق نقل مشترك. وإذا ارتفع سعر البنزين مع رفع الدعم، طبعا ستضاعف أسعار السلع على أنواعها بسبب بدل نقل البضائع من المصانع والمعامل إلى التجار. في المحصلة كل القطاعات أهلكت أو توقفت، واللائحة تطول وتطول، وأنتم أيها السادة غائبون. وكما تقول فيروز عندما قال الملك لزاد الخير: ما بيصير مملكة بلا ملك، فأجابته زاد الخير: وما بيصير ملك بلا شعب. وفي لبنان المهم أن يبقى شعب في البلد لتكونوا حكاما عليه.